وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء والمجد، والكل له عبد سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه عز جاهه وجل صفاته، ولا إله غيره ولا معبود سواه. القلوب له مفضية والسر عنده علانية، والناس لديه سوازية. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفي من خلقه وخليله، النعمة المهداة والرحمة المزداة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المولى تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم، تولى الله رفع الجدال الرابع معهما. هذا هو أغلظ العقود. أتدرون ما معنى أغلظ العقود؟ يعني أحكم العقود، يعني أعقد العقود، يعني أوثق العقود، يعني أقوى العقود، العقد الذي تترتب عليه كل العقود في الإسلام. اللهم بارك بين الزوجين، اللهم املأ قلبيهما بالإيمان والإخلاص والمحبة والدين، اللهم قهما أعين الإنس والجان، اللهم احفظهما كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم احفظهما كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه الله. الله عظيم. قد استقبلت الله العظيم. توابا. توابا رحيم. وقبل. وقبل. زواج. زواجي. موكلة. من موكلتك. سمينة الله. ليس سمينة الله. المسلمة. المسلمة. بكر البالغ. البكر البالغ. العاقل الرشيد. العاقل الرشيد. زواج. زواج. شرعيا صحيح. شرعيا صحيح. على كتاب الله. على كتاب الله. وعلى سنة رسول. وعلى سنة رسوله. سيدنا محمد. سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. على الصدق. وعلى الصداق مسمى بيننا. المسمى بيننا. آجله وعاجله. آجله وعاجله. نفسي لنفسي. بنفسي لنفسي. الله خير الشاهدين. والله خير الشاهدين. بصوت يسمعه من في ميدان التحرير. بارك الله لكما. بارك الله لكما. بارك الله لكما. وبارك عليكما. وبارك عليكما. وجمع بينكما في خير. وجمع بينكما في خير. وصلى الله على سيدنا محمد. ألف مبروك.